ما حكم من ترك الصيام بعض أيام شهر رمضان عمدا؟ هل يقضي تلك الأيام وهو لا يعرف عدد الأيام؟ نعم، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي هذه الأيام، وإذا كانت من رمضانات قديمة فعليه مع القضاء أن يطعم مسكينا عن كل يوم عن تأخير القضاء، ولا يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان من غير عذر، عليه التوبة إلى الله ولا يعود لمثل هذا، وعليه القضاء وعليه الإطعام إذا كان من رمضانات قبل رمضان الماضي.